عند بداية موسم The Ultimate Fighter الجديد أدليت بتصريح كنت واثقا منه 100%، وبرأيي الخاص قبل انطلاق النزالات لا أعتقد أن الصاعدين سيشكلون أي تهديد على المخضرمين، ولا أقول ذلك لأتفاخر بأنني توقعت نتيجة هذا الموسم، ولكن لأنه كان من البديهي على أي متابع قديم لليو أف سي بعد النظر في الأسماء أن يتوقع إلى ما ستؤول إليه الأمور. ولأدافع أيضا عن كونور الذي يتعرض أسلوب تدريبه العشوائي لكثير من الانتقادات ويتم إلقاء على عاتقه مسؤولية هذه الهزائم، ولكن رغم أحادية هذا الموسم لا يعني ذلك أنه لم يكن موسما مليئا بالأحداث الجنونية والمفاجآت. منذ بداية الموسم ومن الحلقة الأولى ظهر لكونور وجهان متناقضان، الأول يظهر به كونور كالمدرب المتفاني الذي يهتم بشدة بتدريب المقاتلين ويبدي حيوية وشغف حيال تعليم المشاركين مهارات جديدة، أما الوجه الثاني والذي يطغى على الوجه الأول هو عدم ظهور كونور في أكثر من مناسبة إلى المرحلة التي يحتاج فيها المقاتل إلى أكبر عدد من الداعمين له، مرحلة الميزان. وقد علق تشاندلر على هذه الظاهرة أكثر من مرة، ولكن برأيي الخاص كان كونور في هذا الموسم مهتم للغاية بالمقاتلين، وغيابه عن مرحلة الميزان لا يعني عدم الاهتمام، لأنه على الأغلب كان يتعافى من آثار شرب الكحول والسهر ولا يستطيع القيام مبكرا في بعض الأحيان لمساندة فريقه في مرحلة الميزان. والدليل على ذلك أنه في كل جلسة تدريبية وفي كل نزال يبدي كونور اهتمام شديد بمقاتليه، وقد بدا هذا جليا منذ النزال الأول عندما تلقى فريقه هزيمة مؤلمة في الثواني الأولى، فذهب كونور لمواساة نيت خلف الكواليس. أما النزال الثاني فكان من أكثر النزالات التي كنت متشوقا لها، لأنني سأشاهد أخيرا عودة تيمور فالييف من فريق تشاندلر، وقد كان لتيمور صولات وجولات في قفص اليو اف سي، ولكن خلال تنزيل الوزن ظهر لمقاتل فريق كونور تريفور ويلز طفح جلدي أدى إلى تأجيل النزال. تريفور ويلز can't fight today. Can't fight? Can't fight today. I have to make weight again? I believe so. The problem is, it's not fair to this kid to have to cut weight again. Think about that. So make it... No, just watch. وقد تسبب هذا الإلغاء إلى مشادة بين فريق ماكغريغور وتشاندلر في المستقبل القريب، سنوافيكم بها عندما نصل إلى تلك المرحلة. ولكن الآن تم استبدال هذا النزال بنزال آخر بين المخضرم الكبير كودي جيبسون من فريق تشاندلر وماندو غوتييريز من فريق كونور. وقبل النزال زار كونور منزل المقاتلين للحصول على حلاقة من قبل الحلاق غوتييريز. وفي يوم النزال كان إلى جانب ماندي، وفي الجولة الأولى دهش كونور ماكغريغور، وتلقى الهزيمة الثانية على التوالي. ولكن لم تمنعه تلك الهزيمة من التركيز على النزال الثالث بين مقاتله ماكنزي ومقاتل فريق تشاندلر أوستن هابرد. وفي تلك الحلقة ظهر شاب صغير لفت انتباه النجم الإيرلندي. How long are you doing this, kid? Four years. Wow, very cool. That's very talented, man. You know, I'll take these one off you, man. Yeah. All right, yeah. I'll take these off you, kid. I'll do 12 ton, yeah. 12 ton, my man.
وبعد مرحلة ميزان حيث لم يظهر كونور كالعادة، حان الآن موعد النزال الثالث. وبعد نزال دموي من جانب واحد، تلقى كونور الهزيمة الثالثة على التوالي. Amazing shots there. Some really good shots, my man. فاضطر هنا كونور من أجل تغيير أجواء التمارين الاستعانة بالأسطورة وندر بوي تومبسون. وفي النزال الرابع سنشهد النزال الذي تم تأجيله بين تيمور وتريفر ويلز، وقد أدت هذه المواجهة إلى نشوب خلاف شديد بين كونور وتشاندلر حول الوزن الذي سيقام به النزال، علما بأن تيمور قد خاض قبل أسبوعين عملية تنزيل الوزن شاقة نجح بها بالوصول إلى وزن الديك. وليس من المنصف أن يعيد تيمور هذا العمل الشاق مرة أخرى خلال هذه المدة القصيرة. وقد أوفد كونور جوليان داربي لإجراء المناقشات مع تشاندلر. وتم الاتفاق أخيرا على وزن 64 كيلوغرام. وبعد جولتين قريبتين اعتقد كونور بأحقية الذهاب إلى جولة ثالثة وأخيرة مفصلية. أعطى الحكام القرار إلى تيمور بجولتين مقابل لا شيء. ورغم الهزيمة الرابعة على التوالي لم يكن كونور مستاء من أداء تريفر. ولزيادة معنويات الفريق خاض معهم تحدي اللياقة البدنية. وفي النزال الخامس كان كونور يحضر مقاتله كارلوس فيرا لمواجهة أحد نجوم فريق SBG المخضرمين براد كاتونا، وكان براد خلال الموسم متحفظا من إظهار قدراته أمام معسكر تشاندلر. وقد ظهر الاستياء على أفراد فريق تشاندلر من تصرفات براد. ولكن كونور لم يكن يكترث بأن براد زميله السابق وكان يشجع كارلوس بكل حماسة. وبعد نزال آخر قريب للغاية طالب به كونور الذهاب إلى جولة ثالثة مفصلية. كان للحكام رأيا آخر. ورغم الهزيمة الخامسة على التوالي كان كونور لا يزال متمالكا أعصابه. وحان الآن موعد أهم نزال بالنسبة إلى كونور في هذا الموسم، فزميله الموهوب الصاعد لي هاموند والذي كان يتمرن إلى جانب كونور منذ أن كان شابا يافعا سيواجه مقاتل UFC السابق كورت هولباي. وقد بذل كونور كل ما لديه ليتأكد من جاهزية لي قبل النزال. ولكن للأسف لم يظهر كونور مرة أخرى في مرحلة الميزان. أما يوم النزال فكان كونور إلى جانبه حتى الموت، ولم يخيب لي ظن قدوته في هذا النزال، فمنذ الجولة الأولى سيطر لي سيطرة كاملة على مجريات النزال. وفي الجولة الثانية حطم وجه المخضرم كيرت هولباي. وبعد اقتناع الجميع بأن كونور سيحصل هنا على انتصاره الأول في هذا الموسم،
حصلت مفاجأة أفقدت الإيرلندي أعصابه. وبعد هزيمة زميله المقرب والهزيمة السادسة على التوالي، انفجر كونور في وجه مايكل تشاندلر. He didn't land one shot on you. You were absolutely toying with him. Hacking him up. Not against me. I'll stack him up. Not against me and not. Not against me and not Michael. Yeah. As long as you show up for them, maybe if you showed up for them, they'd break your nose, you little fool. You. Come on, wait. Woohoo! Get out of my way. Come on, get out of here, you two. We're gonna keep stacking them up. Show up for my team. I'm sorry, you guys are on that team. I would have been there for you. I would have been there for you. He's 0-6. I knew that was coming. وعند العودة إلى المنزل تبادل المقاتلين الآراء حول ما حصل بين كونور والرجل الحديدي. I just feel like sometimes Conor McGregor could be a great man and sometimes you just want to slap out of him, you know. وفي الجلسات التدريبية بدت علامات العنف في تصرفات كونور. وفي النزال السابع بين المقاتل الذي لا يحتاج إلى مقدمة جيسون نايت والصاعد الذي يتكلم كثيراً لاندون كوينونس، تلقى كونور الهزيمة السابعة على التوالي. وكان على بعد هزيمة واحدة من كسر رقم أكبر عدد من الهزائم في تاريخ The Ultimate Fighter. What happens if it's a clean sweep? If anybody wants to go over to the other team. وفي آخر نزال في الدور الأول كان ريكو ديسكوليو أمل كونور الوحيد بالحصول على مقاتل في دور نصف النهائي، ولدى ريكو مهمة صعبة للغاية تخطي المخضرم هانتر أزوري. وفي جولة أولى دموية فرض هانتر السيطرة على المقاتل الشاب. أما الجولة الثانية فبعد تعليمات فريق كونور أرسله ريكو إلى عالم البرزخ، وجن جنون كونور ماكغريغور. وبدأ بالكلام البذيء تجاه الفريق الخصم. وانتهى الدور الأول وليس لدى كونور سوى مقاتل واحد في نصف النهائي من بين ثمانية مقاتلين، وقد قرر دانا برفقة كونور وتشاندلر مواجهات نصف النهائي، وسنوافيكم بحلقة كاملة مفصلة في الأسابيع القادمة عن نتائج هذا الموسم النهائية. I'm cool coaches. I'll figure it out. Thank you. Just posted Dana yet?